هاي انا عاليه، هنعمل النهارده باستي تشيني اللي ماندورلي او بسكوت بدقيق اللوز. هستخدم بوتاجاز لجرمانيا مودرنا. الريسيبي دي سهله قوي وبتعتمد على اللوز المطحون، وهي مشهوره قوي في جنوب ايطاليا في حتت مختلفه زي سيسيلي. العجينه سهله وبتتعمل كلها في العجان، فممكن نعملها في البيت وتبقى فكره حلوه نهدي بيها حد. كل ده بيتضرب كويس قوي في العجان لحد ما العجينه تمسك في بعض، بس بتبقى ملزقه لسه شويه. نوع الكوكيز ده مش بتبقى الكوكيز اللي بتقرمش، بالعكس هي بتبقى طريه من جوه، بندخلها التلاجة ساعه بس تمسك شويه. هبتدي اسخن الفرن على درجه حراره قليله عبال ما اشكل الكوكيز. هنشكل الكوكيز بان احنا نعملهم كور، والكور دي بتتحط كلها على التري بتاعتنا اللي هتخش الفرن، وبصباعنا بنعمل حته صغيره عشان ندخل اللوز. بعد ما نخلص بنرش عليهم سكر بودره، انه ده بيساعد ان الكوكيز تنشف من بره. بعد ما الكوكيز بتخش جوه الفرن بشغل الكونفكشن فان عشان عايز الحراره كلها تتوزع صح وتسوي الكوكيز في الوقت القليل قوي اللي هي هتبقى جوه الفرن فيه. هظبط الديجيتال تايمر على ربع ساعه عشان الكوكيز مش مفروض تقعد اكتر من كده عشان تاخد السوا بتاعها من بره وتبقى طريه من جوه. بعد ما الكوكيز تخلص بنطلعها بره وتبرد قبل ما نبتدي نقدمها. لا جيرمانيا، The Kitchen Genius.